هكا ضحكوا على الشعب هذا. وشوف يديروا لهم شي لعيبه دينيه ولا شي لعيبه فيها فاق على الرسول، ما شي واحد ما غيتفرج. اون بليس المغاربه الله يرضيك التلفازه كيتعدوا على رياسهم كيشروها، ما كاين والو. انا جاتني صراحه اللي كنتفرج فيه ديما هو راميز في ام بي سي، كاميرا خفيه على حقه وطريقه، وكتعيش انت في داركم وكتعيشي مع المشهد. وشي واحد كاميرا خفيه مسيني معاه كونطرا اجي يمثل لي دير باسك خفشي، هي كاميرا خفيه هادي اختي والو. صراحه ناقصين شويه على الاعوام اللي فاتوا، يعني بالنسبه لي انا الاعوام اللي فاتوا كانوا انشطه حسن وكوميديا حسن من دابا. هذه وجهه نظر ديالي. لا باسل كلشي باسل، باسل ما فيهم ما سي ترو ترو فيلغار. لا ما قناه الاولى لا لا داكشي انسي اختي والو. داك خصهم فريمون خصهم يهودوا الريدوات. قال اش قناه هذيك اختي تيجيبوا والو فيلم كل هما شضحكوا علينا وحنا ماشي نضحكوا ما والو. هما هما كيضحكوا علينا، هما واخدين فلوس كيضحكوا علينا حنايا فهمتي. حنا هما اللي فيكتيم، اللي فيكتيم ماروكان هما. هنا ما كاين ما يتشاف، ما كاينش واحد شي مسلسلات اللي ثقافيه ولا كاين. اللي عنده شي هضره راه كيقول بحال اللي مجتمعين كيهضروا بعضياتهم. حامضين انا نقولوا مالو حامضين. سي ميو انكم لما تربحوا الوقت في حياتكم وجربتوا ان ناس تقات لي حيدوا التلفازه، فريمون حيدوا التلفازه بارتو يعني تاع الاذاعات الاخرين حيدوهم صافي. حتى المغربيه حنا بادين من المغربيه حيدوا ديال المغرب، بداو بداو بهم من الاولين حيدوا التلفازه تناو غتلقاو راحه البال زوينه وغيدوز عندكم النهار طويل.